اهلا وسهلا بطلاب وطالبات خامس الاعدادي، ان شاء الله الجميع بخير. طلابنا الاعزاء، مثل ما قلنا احنا بالحلقه السابقه الفيديو انه اليونت 5 بانشائين، انشاء عن الوجبات السريعه والانشاء الثاني عن فائده الرياضه. هاليوم راح اقرا لكم طلاب الانشاء اتكلم بخصوص الرياضه، اوكي؟ احنا طلاب مثل ما قلنا لازم تحفظون المعاني والانشاء جيدا حتى تجيبوا بدرجه. شلون يصير حفظ؟ الحفظ يصير بالتكرار، اعيد السطر مرتين ثلاثه خمسه ست مرات الى ان احفظه شفويا، وبعدين اكتب الكتابه كل سطر 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 الى ان يحفظ. بالتكرار ماكو شيء صعب، لا تقول شيء صعب، الصعب يعني خرب واسك، بتقول سهل. ان شاء الله احنا وياكم موجودين، ما نقصر وياكم، راح نلفظ الكلمات، الفظها امامكم واعيدها السطر مرتين ثلاثه، وحاولوا هم تكرروا وياي، اوكي؟ ومثل ما قلنا طلاب لا تنسون، حاولوا احنا نريد نكسب اجر عن وياكم، نسوي مشاركه للفيديوهات لاصدقائكم ومحبيكم، وادخلوا لايكات من ايدكم الحلوه. يلا طلاب خلينا نبلش نقول بسم الله. اذا هو العنوان Sport helps you to sleep well، الرياضه تساعدك ان تنام جيدا، هذا العنوان. إذا هو فائدة الرياضة. نشوف السطر الأول طلاب. Sport is very important. الرياضة مهمة جدا to our mental and physical health. الصحة العقلية والجسدية. نعيدها. Sport is very important. الرياضة مهمة جدا to our mental and physical health. للصحة العقلية والجسدية. Mental and physical health. Mental and physical health. عربي تعالوا انجليزي. الرياضة مهمة. شلون نقولها؟ Sport is very important. للصحة العقلية والجسدية to our mental and physical health. تحفظ هذا الجزء، تكرره مرتين ثلاث في نفسك وتكتب. اوكي شفوي بعدين كتابة. نكمل وراها. Doctors الأطباء advise people. الأطباء ينصحون الناس of doing sport. ممارسة الرياضة. Doctors advise ينصحون people to of doing sport. يعني مقطع بسيط. الأطباء doctors ينصحون advise الناس people بممارسة الرياضة of doing sport. At least هاي تكلوا ياها. At least على الأقل يعني ينصحون two or three times a week. بالأقل مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع. يعني لعب رياضة ممارسة رياضة. إذا نكملها. At least على الأقل two or three times a week. على الأقل مرتين أو ثلاث مرات. نعيد هذا المقطع. أقول الأطباء doctors ينصحون الناس advise people بممارسة رياضة of doing sports. على الأقل at least two or three times a week. مرتين أو ثلاث مرات بالأسبوع. أحكيها بيا نفسي، أعيدها مرتين بالعربي وحول الإنجليزي وأكتبها إلى أن أحفظ السطر. بعدين أشوف سطر حاضر البداية. Sport is very important to our mental and physical health. Doctors advise people of doing sports at least two or three times a week. اوكي اكو طلاب بالتعليقات يكتبون استاذ وخر من الصبوره، طبعا بالاخير راح تشوفون صور واضحه طلاب، اخليكم اياها بس الصبوره حتى تكتبوا. الفائده الاولى هسه هنا حبلش هنا بفوائد الرياضه، لازم نقول شنو فوائدها. طلاب تقدرون تكتبون انتم بالنسبه لكم ادفانتج، تكتبون قبل هاي ذا ادفانتج اوف سبورت، فائده الرياضه ادفانتج واضحه يعني فائده الرياضه، او تكتبون فيرست رسم. The advantage of sport, فائدة الرياضة. Firstly, أولا, it makes us, تجعلنا active, تجعلنا نشطاء دائما نشيط يعني. It makes us active, تجعلنا نشيطين. It makes our heart, وتجعل قلبنا and lungs, والرئة ورئتان stronger, أقوى. يعني تقوي القلب والرئة. And then, أقول فائدة الأولى, firstly, it makes تجعل تجعلنا نحن it makes us active and makes وتجعل our heart القلب and lungs والرئتان stronger أقوى تجعلنا نشيطين it makes us active وتجعل قلبنا it makes our heart and lungs ورئتان stronger. Okay, هاي الفائدة الأولى. عيدها. It's firstly, it makes
us active and makes our heart and lungs stronger. الفائدة الثانية طلاب secondly exercise التدريب التمارين البدنية can improve يمكن أن تحسن our mood مزاجنا. Exercise can improve our mood. التدريب البدني يمكن يحسن مزاجنا. Exercise can improve our mood. It gives us يعطينا a sense of relaxation الإحساس بالاسترخاء. It gives us a sense الإحساس of relaxation استرخاء. And sleep well وننام جيدا النوم جيد. إذن فائدة ثانية يمكن أن تحسن مزاجنا. التدريب أقول exercise can improve our mood. It gives us يعطينا الإحساس بالاسترخاء a sense of relaxation and sleep well والنوم جيدا. مثل ما قلنا عيدها نفسي بالعربي حول الإنجليزي أقول ثانيا التدريب exercise كان يمكن يحسن can improve مزاجنا our mood ويعطينا it gives us الإحساس بالاسترخاء it gives us a sense of relaxation وننام جيدا and sleep well. Okay, هاي الفائدة الثانية. بس طلاب انتوا للشات تذكرون يعني التسلسل مالته يعني تبلشون يعني بالسطر الاول رياضه مهمه والصحه العقليه والطبع ينصحون بعدين يقول الفائده الاولى انه يجعل نشطاء ويقوي القلب والرئه بعدين هيك ذكر بالعربي الفائده الثانيه يعطينا مزاج جيد ويجعل يعني يشعر بالاسترخاء والنوم جيد بعدين اروح على وراها Furthermore, يعني هاي thirdly ثالثا أو أقدر أقول moreover بالإضافة أو in addition كيفكم هاي أدوات كلمات ربط تربط الأفكار مع الإنشاء يعني تعطي قوة للإنشاء. Furthermore بالإضافة ذلك sport helps overweight الرياضة تساعد البدناء نقول العامية السمين يعني. أوكي تحياتنا للمدبدبين. Sport helps overweight. الرياضة تساعد البدناء to be fit أن يكونوا رشيقين. Sport helps overweight تساعد البدناء to be fit أن يكونوا رشيقين. And motivate وتحفز motivate تحفز المدخنين smokers to give up smoking أن يتركوا يتخلوا عن التدخين. Furthermore, أو أقدر أقول thirdly يعني ثالثا شلون secondly thirdly أو in addition بالإضافة أقول الرياضة تساعد البدناء أقول sport help overweight يعني عندهم وزن زايد to be fit أن يكون رشيقين وتساعد تجعل المدخنين and makes and motivate وتحفز motivate smokers أن يتركوا التدخين to give up smoking تحفز المدخنين motivate smokers to give up smoking. أوكي طلاب بعدين أختمها أقول finally طبعا هو نشاء بسيط سويته لكم تقولون الطلاب تضيفون حسب المدرس يجوز يعطيكم أكثر بس أنا شفت هذا كلش واضح وهو عامل كل الطلاب الطلاب نوعا تسألون يقول أستاذ أقدر أكتب للمدرس هذا نشاء طلاب ما زال العنوان ده يطلب الرياضة أنت تكتب على الرياضة أي موضوع تكتب خص الرياضة فائدة الرياضة وكذا ما راح أجيب يعني في شيء لأن كل طالب عنده يعني في إنشاء خاص به فهذا يصير كل الطلاب أوكي يعني كل الموجودين بأي مكان. Finally أخيرا psychologically من الناحية النفسية تعرفوا كلمة psychology علم النفس psychologically يعني من الناحية النفسية أو نفسيا يعني ال P طلاب silent ما يقول psychological لا psychologically من الناحية النفسية doing sport ممارسة الرياضة makes people تجعل الناس to get rid أن يتخلصوا يتخلصوا of aggression من العنف أعيدها أقول finally طبعا هذا الطلاب تكتبوا سطر جديد يعني ما يصير ويا الإنشاوية بالوسط لا سطر بداية سطر جديد تختمها يعني يقول finally أخيرا ممارسة الرياضة doing sport makes people تجعل الناس to get rid أن يتخلصوا of aggression من العنف
be more balanced يكون أكثر متوازنا be more balanced يكونون أكثر متوازنين be more balanced عفوا كلمة balance متوازن younger أكثر شبابا and energetic مليء بالطاقة مفعم بالطاقة والحيوية تعرفون energy الطاقة energetic يعني مفعم بالطاقة مليء بالطاقة then finally أخيرا من الناحية النفسية psychologically doing sport ممارسة الرياضة تجعل الناس makes people طبعا هاي اس للرياضة اسم مفرد فدائما خلي اس الشخص الثالث gives makes تشوفها طلاب helps فممارسة الرياضة تجعل الناس makes people أن يتخلصوا شنو يتخلصوا get rid من العنف of aggression شوف المعاني الطلاب شو مهمة يتخلص get rid من العنف aggression الطلاب عندهم معنى ما يتعبون من الشاي حفظوه خلال ربع ساعة صور بس ما عندهم معنى رح يظل يعيد الكلمات الآن يحفظها then get rid of aggression be more balanced ويكون younger أكثر شباباً and energetic ومفعم بالطاقة والحيوية energetic مثل ما شفتوا طلاب هذا الإشياء اللي خاص هو عن الرياضة إن شاء الله يكون هو عامل كل الطلاب الخامس الإعدادي ينكتب وما بي أي إشكال أوكي إذن ساعدكم الشاعين إن شاء وجبات سريعة نشرتها موجود في الفيديو وإن شاء عن الرياضة مثل ما هذا تشوفوا أمامكم إن شاء الله بقصنا وياكم طلاب إن شاء الله إحنا دائما في مساعدة الطلاب طبعا راح تشوفون أكو قواعد راح تنزل وقطع الكتاب كلهم موجودة إن شاء الله بالفيديوهات الجديدة راح تنزلكم فتابعونا دائما وفعلوا الجرس سبسكرايب وانشروا الفيديوهات خلي استفادوا الجميع تحياتي لكم أينما كنتم مع السلامة